السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمود الطيب وحييكم من المتحف المفتوح بالكرنك. النهاردة الدرس 39 من دروس قراءات باللغة المصرية القديمة، الخط الهيروغليفي. بالصدفة هنا أنا كنت معدي وشايف المقصورة الحين، المقصورة الحمراء، بعيدة عن كلمة شرق وغرب للناس اللي مش بتفهمها كتير، شرق ومغرب. المهم هنا في بلوكات حديثة موجودة لفت انتباهي فيها، اللي هو الايجيبشن بلو. طبعا الناس الفنانين بيفهموا، او في الحضاره المصريه، من معجزات الحضاره المصريه والحاجات اللي بتتميز بيها الفن المصري، ما يعرف بالازرق المصري، اللون الازرق المصري ده اللي هو السكاي بلو او الايجيبشن بلو، مش الازرق القاتم لا. وعارفين احنا الازرق من اللون الازرق من كبريتات النحاس الزرقاء، ويضاف له زلال البيض. في لون تاني اللي هو اللي بيتعمل منه لمن، لون السماء، ومشهور بيها الاسره 25 بالتحديد في مقابر العساسيف القبليه او الشماليه اللي هي جنب حتشبسوت، او القبليه اللي انا دخلتها كان في بعثات وحفائر مقفوله طبعا للزياره، لكن مشهوره هذه المقابر في العصر المتاخر بالاخص الاسره 25 زي بقباصة وغيره بالايجيبشن بلو اللي هو اللون الازرق المصري. وبالمناسبه العضاده بتاعت باب مقصوره، هم ثلاثه او اربعه هنا موجودين، وده الكورنيش بتاع احدى المقاصير. المهم هنا النص هيحكي لنا ان في لقب نفرقاراع. نفرقاراع ده تكرر معانا كذا مره، من الاسماء التتويج اللي بتتكرر مع ملوك في الاسره الدوله القديمه زي بيبي، وبرضه تكرر معانا في رمسيس 9، وتكرر مره ثالثه معانا في الاسره 25، وبالتحديد هنعرف مين هو دلوقتي حالا. فالنسود بيتي في جزء اهو مكسور، وممكن في باقي النص. فالنفر قاراع القاعده اللي بتتجري بها الخرطوش، اللي هو لما تلقى خرطوش مكون من ثلاث علامات، قاعده 2 3 1، بنلعب خطه 2 3 1. طبعا راع للتبجيل، وتبدا من في النص زي ماعد قاراع، ومن خبر راع، ونب ماعد راع، وحاجات كتير نب بس هتيجي من تحت هنا، يعني فيها شواذ برضه، قال فيها شواذ، لكن 99.9 من 10. والخراطيش لما تلقى ثلاثة تقرا ايه من النص 2 3 1، يبقى نفر قارع، تحت صارع ابن رع، يبقى اللي فوق ده المفروض اسم التتويج نفر قارع. اللي هيبين لنا هنا انه واحد فيهم نفر قارع، طبعا هنلقى هو ايه، فاكرين اسمه شانك، ادي النبات البرد ده، زهرة مفتوحة وبعدها مكفولة، بيتنيري شاع. وبعدين الكبش ده زي في اسم مرنبتاح با، وادي الكا شا با كا، الملك شباكه بتاع الاسره 25، ثاني ملوك الاسره 25 هنا مشرفنا في هذا في هذه العضاده. بعد الخرطوش اتعلمنا دايما اسم اله او الهه نفوته، هنجيب ندور على كلمه ميري. شايفين احنا نزلت لحد فين؟ فهنا هقرا ايه كلمه ميري، فهتجيب القاعده هنا ميري موت، الإلهة موت اهي تمام، ورت نبت اشرو دي عنخ جت. النص الثاني مرة ثانية، المفروض ان يسود بيتي فلان الفلاني اللي هو نفر قارع صارع شا باكا 25، بعديه اسم الإلهة اللي احنا شايفينها دي الإلهة موت، فهتروح تدور على ايه، ما تبدأش بيها، ما تستعجلش، تروح جايب كلمة ميري اللي تحت دي، فهتبدأ ايه ميري موت ورت نبت اشيرو محبوب موت العظيمة سيدة اشيرو، دي اسم البحيرة طبعا، والمكان بتاعها اسمه اشيرو، كله ده ايه اشيرو تمام. بعد كده ايه فيختم دي عنخ جت معطى الحياة. في العضادة التانية احنا لو اتمشينا برضو نفس النص هتلقى، وتلقى الاسم الإلهة موت بس مفيش ألوان تمام، من سوبيتي نفر كارع صارع شاباكا، الالوان رايحه من هنا برضه، من تحت هتجيب كلمه ايه نري تمام، وبعد كده موت نبت اشيرو دي عنخ، دي عنخ نب جد معطى كل الحياه. هنا في كلمه جزء من الكلمه هنا سنب، وبعد كده نب تاوي نسوبيتي نفر كارع صارع شاباكا، تلاحظ بعد الخرطوش اسم الاله خنسو، فهتروح جايب كلمة ميري اللي هي دي ميري خنسو، خنسو ام واسط
نفر حتب خنص اللي في واسط الطيب او الكائن الرحيم. كلمة نفر هنا اخواننا تيجي بمعنى كذا معنى، الطيب الرحيم الجميل، فاحنا ممكن نقول عليه الرحيم وهكذا. بعد كده دي عن جت هنا برضو ايجيبشن بلو بقايا دي النفر كارع سارة رع شاباكا، بتيجي برضو ايه تعلمنا القاعدة بعد الخرطوش ما تسترحش وتقرأ اسم الإله أو الإلهة، تبقى ميري موت ورت تمام. نبت شيرو بعد كده دي عنخ جت تمام. شكرا.